تعاملنا على المحطة دي. فرحة العيد لا تكمل إلا بضحكة من القلب مع المسرحية الكوميدية الصعيدة وصلوا. صعيدة اشتع ناس. أيوة. شو يقولك صعيدة خلع العلمة فقد الذاكرة؟ أم لو خلع الله. قالوا لي أحط الإريال على حاجة عالية، حطيته على الزريبة، كل ما افتحه يجي عالم الحيوان. إن شاء الله هحطه لك على الترعة عشان تفتح تلاقي عالم البحار. مش أنت بتاع القط؟ أيوة أنا بتاع القط. وأنتي؟ مرات القط. أنت أكيد خريج جامعة شوخ سفور. شوخ على وشك وعليك. التاكسي جابنا هنا وقال هي دي الدكانة بتاعت فتح الجيف. إحنا هنا ما عندناش إقفال، إحنا بتوع الانفتاح. ما هو مفتح قوي، ما هو دي اللي هيجابني بالمسؤولين. مسرحية الصعايدة وصلوا خلال أيام العيد في الأوقات التالية على الظفرة.